الاضراب كيجي بعد تراكم 10 سنوات نتاع الانتظارات تاع المهنه ديالنا. هاد الاضراب جاي لانه ما كاينش ليكوت وما كاينش الانصات لهاد، ولكن هادشي تفاقم فهاد الاربع سنوات الاخيره لان وزير الصحه الحالي عمرو ما استقبل لا هيئه لا مركزيه نقابيه. واليوم هاد الحكومه كتخبع كتقول لك ما عندناش الهيئات، والهيئات ما داروش انتخابات وما عندناش ممثلين شرعيين. ولكن ما هو توسكي ليجيسلاتيف وتشريعي وقانون وقوانين وهذه ايتيك ديونتولوجي، هادشي الهيئه. وكل ما كيمس اقتصاديا وكل اللي كيمس في المهنه ديالنا في اليوميا في ليكزيرسيس ديالها، هادشي سي المركزيات النقابيه. وما يجيوش يبداو يتخبعوا وراء هاد النقطه هادي تاع الهيئات. حنا هادي 4 سنين وحنا كنصيفطوا للوزاره الوصيه كنقابه كنقابات كمركزيه نقابيه كنطالبوا فيها باش دار هاد الانتخابات، ولكن حتى واحد ما سمعنا. واليوم سبحان الله العظيم كان واحد التكست تاع الجهويه في البرلمان وكان غادي تصوت عليه، ولكن تحيد وعاود من بعد التقرير تاع المجلس الاعلى للحسابات خرج الحكومه قررت ترجع الانتخابات اللي كانت ما قبل هات. حنا كننتظروا الجهويه هما رجعوا لنا اللوط. دابا حنا الناس بغينا حنا نزيدوا لقدام وهما بغاو يرجعوا لنا اللوط، وهذا الشيء لا يعقل ولا يفهم. هضرنا على التقرير تاع المجلس الاعلى للحسابات، كانت فيه مغالطات كنقولوها ونعاودوها، وحنا مستعدين نتلاقاو بالناس تاع المجلس الاعلى للحسابات كمركزيات نقابيه لان عندنا الحق نتلاقاو بهم. الدستور كيخول لهم باش يستقبلونا ويتصنتوا لنا بلا هيئات، ما عندنا ما نديروا بهم. ولكن داك كانت مغالطات، لان اليوم كما قلت لكم هامش الربح الصافي تاع الصيدلي هي 27%، هامش الربح الخام تاع الصيدلي هي 27%، والصافي هي 8% بين 8 و10%. كيف يعقل فاش كيخرج تقرير وكيجي عندكم انتم كصحفيين ولا المواطن المغربي وكيسمع هادشي شنو كيقول لك؟ كيقول لك هادو راه هادشي راه فاحش وهادشي راه ما يمكنش. راه واحد الاخ كان جالس تما هو براسو عاود شحال النوبه، واخا عينا نفسدو عاود ماشي مشكل حنا نعاودوها، ما كاين لا فاحش لا والو. الصيادله ديال المغرب كاين 12000 صيدليه كيديروا 11 مليار تاع الدرهم في العام، الا قسمتها بهم هي مليون درهم في الصيدليه، قل من مليون درهم في الصيدليه. وإلا درناها بهذا الخام راه هي 80000 درهم، الا قسمتها في العام راه ما كاملاش 6000 حتى 7000 درهم. هادو سي دي باك بلوس 6 والناس اللي قراوا واللي في خدمه. والمغالطه الثانيه هي قال لك بان حنايا كصيادله شافوا لنا هامش الربح ديالنا مع دول اوروبيه ودول اخرى اللي اجتماعيا واقتصاديا كبر من المغرب، وقال لك حنا كنربحوا اكثر منهم. ولكن هما الا شاف هاد الناس كنقولها ونعاودها، هي ان حنا كنربحوا مثلا 27% خام، هما ما كيربحوش، كيربحوا 75 حتى 90%. علاش؟ لان ما عندهمش غير الهامش ديال الربح تاع الدواء، عندهم الهامش هوامش اخرى، لا فاكسيناسيون تاع لا غريب لي زادولت، لي تيست الكوفيد اللي كانوا كيديروا ولي تيست الاخرين اللي كيديروا، حق الاستبدال، لاكارد كما عطيت ليكزومبل تاع فرنسا، خاص تعرف بان فرنسا لاكارد في الليل كياخذوا على 8 اورو وفي الصباح كياخذوا على بالنهار كياخذوا 5 اورو في اليوم. كل مواطن اللي كيدخل كيعطي هذا الشيء. وفوق هذا الشيء كله لوردونونس، فاش كي يعطي اون اوردونس عنده واحد هامش الربح على شاك اوردونونس. البواطه تاع الدواء اللي قلنا الباراسيتامول مثلا، الا مشيتي بالاوردونونس الباراسيتامول كتاخذها باورو واحد، الا عطاها لك انت دخلتي بغيتي بحال اللي كدير في الصيدليه ديال المغرب كتقول له اعطيني، كتخلص اورو اخر. حنا ما فهمناش دابا ناخذوا، كاين بزاف تاع المخالطات فات. حنا اشني اهم المطالب ديالكم اللي مفات المطلبيه الان اللي حاضره؟ قصة طويلة يمكن أن أعطي لكم واحدة، مي كاين أولا لا باختصار، كاين الجهوية المجالس،
كاين لي نوفيل ميسيون دو فارماسيان، هادشي اللي كنهضروا عليه، لان ما بقاش الفارماسيان كلما نهضروا عليه نهضروا على هامش الربح، لانه ما كنديروش حنا غير هادشي، يعطيونا حق الاستبدال ويعطيونا لاغارد مثلا. حنا لاغارد ما بغيناش، واش حنا المواطن؟ حنا كنقول لك كنلعبوا دور اجتماعي، ما يجيش المواطن مسكين عندنا هو ما فحالوش ونبدا نقول ليه خلصني لان بقيت انا واقف. حنا كنتفاهموا، ولا مشيتي عند الطبيب الله كاينين كل داكشي، ولا مشي جاو عندك للدار هادشي هما كيتخلصوا، ماشي بحال النهار بحال الليل. ولكن كاين بزاف المسائل، كاين لا لوا تاع 1922 اليوم، كاين قوانين اللي من 1922 باقيين فعالين كنخدموا بهم اليوم، ولا ربما دا شي صيدلي شي غلطه ولا عطى شي بواطه الدواء كيحاكموا على 1920، يعني كيمشينيش انا للحبس، هما لي بسيكوتروب تاع سميتو لي فينينوز بحال لا مورفين وداك الشيء. القوانين ايماجين حنا في 2023 وحنا مازال عندنا قوانين تاع 1922، راه كاين بزاف المطالب عندنا، وهاد الشيء من عهد بروفيسور الوضي الى يومنا هذا. وحنا الوضي قال لنا صافي، مشى الوضي، جا انس التكالي درنا مع اهلي جان وخدمنا معاه على هادشي، وكان مشى انس التكالي، جا السي خالد ايطال، من فاش جا الوزير الحالي وزير الصحه الحالي ما بقى لا تشاور لا حوار لا نقاش. هادشي علاش هاد الاضراب تاع 13 افريل راه ماشي اضراب، راه هي الصرخه تاع المنظومه الصحيه اللي هي الصيدليات، لانه اليوم عينا نسكتوا، و تاع العربيات كنحسوا شويه بعدم الانصات، لانه وزير الصحه الحالي استقبل الاطباء، استقبل لي زانفيرمي، استقبل بزاف القطاعات بوبليك ولا بريفي، واستقبل النقابات ديالو، ما استقبلش الهيئات. كيستقبل الهيئات لان عندهم هيئات، هكا هضر على الاطباء، من استقبل النقابات ديالهم مرارا وتكرارا، ولكن نقابه الصيادله ما استقبلهمش.